هذه رسالة بقولها وأتمنى أني أكون غلطان فيها. الكل سمع عن حادثة المعلمة ويا الطالبة. قاعد أفترض فرضية وأتمنى أني أكون غلطان، أن البنات اللي شهدوا ما شهدوا بالحقيقة، خوفا من نبذ اجتماعي داخل الصف. وكلنا مرينا بهالمرحلة وكنا بالمدرسة ومرينا وعشنا هذه الأجواء، أن خوفا من نبذ اجتماعي ولا ما يبون يضرون رفيجتهم اللي موجودة وياهم بالصف من 10 سنين وأكثر، فما قالوا الشهادة بشكل مباشر وبشكل واضح. في احتمال أن يكون هذا الأمر تم لأولياء أمور هؤلاء الطالبات، بس سألوهم، بس تأكدوا منهم، حصل اللي نقل على لسانهم واللي شهدوا فيه ولا ما حصل وهم خايفين يشهدون بالحق؟ تأكدوا بشكل منفرد بينكم وبينهم، بس بدون لا أحد يدري. إذا ثبت لكم أن ما انقلوا الشهادة بشكل صحيح، بشكل سري أيضا بلغوا الإدارة المدرسية، بشكل سري بلغوا لجنة التحقيق، بشكل سري بلغوا وزير التربية أن تطلب الأمر. مو عشان ترد المدرسة تعلم في هذه المدرسة أو حتى تعلم في الكويت، بس عشان لا تكون هذه وصمة في مسيرة هذه المعلمة وهي ما لها ذنب، ما تكون غلطانة وهي في بداية مسيرتها التعليمية، في بداية عملها. فأتمنى إذا أحد وصل لمعلومة من أولياء أمور الطالبات أن ينشرها ويبلغ فيها المسؤولين، ينشرها بشكل سري إلى المسؤولين علشان لا أحد ينظلم. الله المستعان، فما له. فيها موضوع